تعلن رئاسة الأركان العامة عن البدء بقبول طلبة بالكلية العسكرية من حملة الشهادات الجامعية للعام التدريبي 2019-2020 من التخصصات هندسة اتصالات، قانون، محاسبة، طب، اللغات، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أولاً، أن يكون المتقدم ليبيا الجنسية ومن أب وأم ليبيين، أن يكون متحصلاً على بكالوريوس أو ليسانس من الجامعات العامة، أن لا يقل عمر الطالب عن 21 سنة ولا يزيد عن 25 سنة باستثناء كلية الطب لا يزيد عن 27 سنة، أن لا يكون الطالب متزوجاً وأن يتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر أحكام مخلة بالشرف ضده وحتى إن رد إليه اعتباره، أن يجتاز امتحان القبول واختبار الثقة واللياقة البدنية والكشف الطبي والمقابلة الشخصية بنجاح، أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سنتيمتر والوزن لا يقل عن 60 كيلو جرام ولا يزيد عن 75 كيلو جرام. يخضع الطالب لفترة الاختبار بالكلية وفقاً لنص المادة الرابعة من النظام الأساسي للكلية. ثانياً، معلومات عامة: تكون مدة الدراسة بالكلية العسكرية سنة كاملة. يمنح الطالب مكافأة شهرية أثناء مدة الدراسة قدرها 500 دينار ليبي. يخضع الطالب أثناء مدة الدراسة للقوانين واللوائح والأوامر المعمول بها في الجيش الليبي. يمنح الخريج رتبة ملازم أول مع الصفة الفنية. يمنح الخريج شهادة إنهاء الدراسات العسكرية الخاصة. يتعهد الخريج بالعمل بالجيش الليبي مدة لا تقل عن 15 سنة. يتم تقديم طلبات الالتحاق بالكلية العسكرية بالهضبة، وذلك بالحضور شخصياً يوم 27 من أغسطس 2019 ولمدة أسبوع. يتم إجراء الكشف الطبي بمقر لجنة قبول الطلبة لتحديد اللياقة الصحية من عدمها.